الجناح اليماني من الأمكنة يلي بتنبض بالحيوية خلال أيام المعرض. نتعرف أكثر على طبيعة وحجم هالمشاركة. بيسعدنا أنه نرحب بالدكتور نبيل أحمد رئيس الجناح اليماني. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير أستاذ. صباح سوريا كلها. سوريا تنبض بالحياة. أي رسالة للعالم يجب أن يعيها الجميع. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك بالشام وايضا بمشاركتكم بمعرض دمشق الدولي. خلينا نحكي شوي عن مشاركتكم وعن الجناح اليمني. مشاركة اليمن في معرض دمشق الدولي في دورته 59 جاء كاستحقاق لسوريا الحبيبة قيادة وجيشا وشعبا من اخوانهم في اليمن. الشعب والقيادات الوطنية في الداخل والذين كانوا متضامنين مع سوريا منذ أول يوم للأزمة، وعليه كان لزاما أن نكون حاضرين وموجودين في هذا الحدث الدولي بنكهته السورية العربية الأصيلة. خبرنا أكثر دكتور، شو تضمن جناحكم؟ جناحنا يتضمن عدة أقسام، أهمها هو جانب القضية اليمنية، بحكم أن معرض دمشق الدولي كما هو حاصل الآن رأينا أنه سيكون بيئة خصبة وقريبة جدا لآذان وسماع المجتمع الدولي، فآثرنا إلى أن تكون القضية اليمنية المنسية على مدى العام الثالث حاليا أن تكون حاضرة موجودة في معرض دمشق الدولي، لعل وعسى أن تجد آذانا ساقية من خلال الوفود والزائرين الدوليين الذين يقومون بزيارة المعرض للاطلاع على حجم الدمار الهائل والآثار الاقتصادية والإنسانية والصحية التي يعاني منها الشعب اليمني ويعاني منها اليمن، ومن جراء كذلك أيضا الحصار المطبق على الشعب اليمني جوا وبرا وبحرا من قبل دول التحالف السعودي الأمريكي. القسم الآخر وهو يتمثل في مشاركة أحد رجال الأعمال أو الشركات اليمنية المختصة بالفضة والتراث اليمني، وهو أول المشاركين أو أحد الذين استطاعوا الوصول إلى سوريا بعد جهد جهيد ومقامرة دامت أكثر من 5 أيام. يعني مثل ما حكيت أنه جهد، ومثل ما حكيت حضرتك أنه رغم الحصار أنتوا عم تشاركونا. نعم. بهذا المعرض رغم جاهدين. كل شيء عم تعاني منه اليمن إلا أنكم عم تشاركونا اليوم بهذا المعرض. كيف توافد المشاركين؟ كيف قدروا يوصلوا على الشام؟ المشاركون خاضوا رحلة صعبة جدا من صنعاء حتى الحدود اليمنية العمانية شرقا بمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر داخل الأراضي اليمنية، يشوبها الكثير من الصعوبة في التنقل ما بين المدن والمناطق لوجود أكثر من 5 وتحمل في طياتها الكثير من المخاطر على حياتهم وسلامة ممتلكاتهم أيضا، لوجود أكثر من 45 حاجز أمني للدواعش وللمرتزقة وللقوى الإماراتية والسعودية، ومع ذلك استطاع 2 من رجال الأعمال من ضمن وفد كان اقتصادي رفيع المستوى مكون من 30 شركة ورجل أعمال، لم يستطع الوصول إلى دمشق إلا رجلي أعمال يمثلوا شركتيهما وهما شركة العامري للفضة والتراث وشركة درعان للألبسة الرجالية والولادي. كانت صعوبتهم بالغة، في الوقت الذي وصلوا فيه إلى سلطنة عمان كان الوقت ضيق جدا، ومن أجل أن يدركوا معرض دمشق الدولي استطاع أو قاموا بدفع يعني حجز تذاكر إضافية عبر 4 دول حتى وصلوا إلى دمشق. يعني بنقول لهم الحمد لله على السلامة، بنوجه تحية لكل الشركات ورجال الأعمال اللي كانوا حابين يتوافدوا لدمشق ويكونوا مشاركين بالمعرض. أكيد نحن يعني نتمنى لكم مشاركة موفقة بهالعدد القليل إن شاء الله. القسم المشاركة بشكل عام هي سياسية بحتة. نعم. لدعم ومساندة سوريا. نعم. في هذا النصر الاقتصادي أو السياسي الذي جاء بواجهة اقتصادية لترسل للعالم رسالة أن سوريا بخير وأن القادم أفضل وأنها رمت وراء ظهرها
7 سنوات من الحرب الإرهابية الكونية التي استهدفت وحدتها وسيادتها واستقرارها ووحدة شعبها. الشركة الثالثة التي شاركت أيضا هي شركة المعتمد للتجارة والتسويق والخدمات التجارية، والتي تهدف في مشاركتها إلى إيجاد إلى تذليل الصعاب وفتح الطريق مرة أخرى للصادرات السورية إلى اليمن، بإيجاد شركات الشحن والنقل والتوزيع والتخزين والنقل الدولي الجوي أيضا والشحن أيضا الدولي. فاستطعنا أن نجد بالشراكة مع أحدى شركات الشحن السورية هذا الحل، والذي سيمثل يعني فارقة أو نجاح، هدف من ضمن الأهداف التي سعينا لها، وهو إعادة تدوير عجلة الاقتصاد والتبادل التجاري بين الشعبين الشقيقين سوريا واليمن. أعتقد أن هذه هي المشاركة. هي الشركات المشاركة في الجناح، وكما ذكرت سلفا أن الهدف هو دعم سوريا سياسيا، وبأن يكون لليمن بصمة في هذا في هذه الفعالية معرض دمشق الدولي في دورته 59. أكيد بنرجع بنرحب فيكم. بدنا نعرف دكتور كيف لقيت الإقبال هالكثيف على معرض دمشق الدولي والإقبال على جناحكم أيضا؟ الإقبال بشكل عام على مدينة المعارض يثلج الصدر، وكل ما رأيت كان هناك عجقة باللهجة السورية أو الشامية الدارجة، كلما كان ذلك مبعث على السرور والارتياح، لأن هذا كان هدف من أهدافنا أن تعود يعني طمأن للناس طمأنينيتها بثقتها ببلدها بحكومتها بدولتها بقيادتها، أن سوريا قادمة على مستقبل مشرق إن شاء الله، وسيبهر العالم بتعافي الاقتصاد سريعا، وبالتالي لانعكاس ذلك على حياة المواطن العادي ان شاء الله. يعني نحن نشكر كثير تواجدكم ووقفتكم يمكن جنبنا بهذا المعرض، وبدنا نتمنى انه اهل اليمن يبقوا بألف خير، لانه فعلا العلاقه بين سوريا، العلاقه بين الشعبين السوريين واليمنيين علاقه كثير فيها من المحبه والاخوه، والله يكون بجنب كل اليمنيين. اليوم شو بتحب توجه عبر برنامجنا رسالة وكلمة؟ رسالتي هي للأخوة رجال الأعمال اليمنيين الذين في الداخل بشكل عام، وللأخوة رجال الأعمال اليمنيين والشركات الذين كانوا مدرجين ضمن وفد اليمن الاقتصادي الرسمي الذين لم يتمكنوا للوصول إلى دمشق، أقول لهم أنها لن تكون آخر المطاف عدم استطاعتهم الوصول إلى دمشق. بإمكانهم وبإمكاننا أن نرتب هنا مع الأخوة في سوريا لزيارة سوريا وعقد الصفقات التجارية بعد انتهاء المعرض أيضا إن شاء الله. فالفرصة متاحة والأبواب مفتوحة، سوريا بخير، سوريا تفتح أبوابها للجميع، سوريا بلد الفرص الاستثمارية والتجارية المتعددة، والتي هم يعرفونها أكثر مني، لأنهم اقتصاد اليمن أيضا مبني بشكل كبير جدا على التعاون مع الاقتصاد السوري. وفي الأخير أختم بمقطعين من قصيدة تسمحوا لي، مفادها يقول: دمشق ألف تاريخ عليها، ألف تاريخ يلفها، وألف سوري عليها، وألف مدد يحميها للأبد. دمشق تتمايل خيلاء باقتراب عرس البلد، عرس سوريا الأبدي والأزلي، والذي لن يرى له نظيرا أحد. سيأتيها الجمع، جمع الباقين صاقرين عند حضرة الأسد. شكرا كثير لك، واهلا وسهلا فيكم، وكل التوفيق لكم، وان شاء الله نتمنى الرساله اللي انتم والهدف اللي انتم جايين على الشام مشان تحققوا وتحققوا. نتمنى لسوريا المزيد من الرفاه والتقدم والوحده والتلاحم والتعافي ان شاء الله في اقرب وقت. شكرا كثير لك، وشكرا كثير لتواجدك معنا. شكراً الدكتور نبيل احمد رئيس الجناح اليمني، اهلا فيك. أهلا، يعني مشاركات عديده من دول عربيه وغيرها اريج.